بتصحى واحدة في لعبة سو وصديقها ايدي تهمتهم انهم بيدوا قروض للناس وهم عارفين انهم مش هيعرفوا يسددوها لانهم هياخدوا منهم كل املاكهم في المقابل وهيبيعوها بفلوس اكتر، وعشان ينجحوا في الاختبار لازم يضحوا بشوية من لحمهم واللي يضحي اكتر هو اللي هيعيش. وتبدأ اللعبة. يقطع ايدي لحمة من كرشه ويه؟ تقطع هي دراعها وهي اللي ضحت اكتر في الميزان، فبالتالي ايدي هيموت. طبعا هوفمان وقع استراهم في الفخ وموته وكمان لبسه كل التهم وخرج من الصندوق حي وهو خلص على راس الافعى اللي كشف حياته، ولما يشوف ايه اتبقى من جثه استراهم يلاقي حته لحمه ملهاش ملامح بس لسه ايده موجوده وهيستخدمها بعدين. شركه اسمها امبريلا للتامينات الاجتماعيه فيها 6 موظفين بيحققوا عن احقيه الناس للتامين زي الوحوش وبيظلموا ناس كتير. رئيسهم اسمه ويليام، اخته بترن عليه يقول لها مش هعرف اجي لان عندي شغل. المحاميه بتاعته بتفكره بقضيه موظف اسمه بوبي رفض التأمين عليه ويقول انه شغال عنده بقاله 10 سنين، ويقول له انت عملت عملية ازالة ورم في بقك وما قلت لناش. يقول له بس دي انا عملتها من 30 سنة وايه اهميتها دلوقتي. يقول له الورم خبيث اللي عندك، هيسيب ندبات وهتعمل امراض للثة بعد كده القلب، وبالتالي صحتك مش مضمونة وسياسة الشركة بتمنعني اامن عليك. يقول له انا بدفع اقساطي لمدة 10 سنين بدون مجالي حتى برد، وانا لما احتاج مساعدة التأمين لعلاج السرطان اللي عندي ترفض، انا عندي عيل، انت كده حكمت عليها بالاعدام ومين هروح له دلوقتي؟ ويطمن المحاميه ويقول لها حتى لو رفع علينا قضيه هيخسرها. بيجي لهوفمان مكالمه لتحقيق في قضيه لسو جديده وهي جثه ايدي اللي قطع لحمه من نفسه، وللاسف فشل. ويقول له المحقق اريكسون انهم هيحققوا في بصماته واكيد هتخص المحقق استراهم اللي احنا مش عارفين نوصله لحد دلوقتي، وانا لحد دلوقتي مش مصدق ان هو اللي عمل كده. ولسه المحقق بريز حية بعد ما دمية سو هجمت عليها في الجزء الرابع، ويقول هوفمان هي ازاي حية؟ يقول له اريكسون شفت ان اخفيها احسن عشان امان القضية، ومن دلوقتي كل حاجة عرفناها هتعرفها. وتقعد جيل مرات سو القديمة تفتكر ذكريات حملها مع سو وتحمل نفسها مسؤولية موت ابنها في الجزء الرابع على ايد المدمن سيسل، وفاكر لما فتحت الصندوق قفلته في الجزء الخامس طلع فيها 6 ملفات لضحايا اخيرة لسو عشان يحطهم في لعبة الموت، ولكن ما زالت متمسكة بالملف رقم 6، وكمان الصندوق فيه ظرف بدون اسم، وسو قال لها توديه لعيادة دكتور جوردان ضحيته اللي نجت في الجزء الاول. ويفتكر هوفمان كلام سو لي انه مش هيعدي منه بدون اختبار، وهما بيشرحوا جثة ايدي الضحية يلاقوا ان علامة سو على الجثة مختلفة شوية وكأن العلامة اللي استخدمت في القطع مختلفة، وشمعنا سو هيغير سكنته؟ ولما جه قرنوها بالجثث القديمة لقوها شبه علامة الضحية سيس اللي قتل اخت هوفمان، عشان كده هيفتحوا تحقيق فيها تاني لانهم عايزين يتأكدوا ان استرام هو اللي عمل كده. لما تروح جيل عيادتها تلاقي هوفمان مستنيها ويقول لها نغير الخطط شوية، اللعبة تبدأ النهاردة عشان الشرطة شكلها تكشفنا ومن النهاردة انا اللي هتحكم في اللعبة. تقول له بس ده عكس وصية سو، يقول لها اديني ملفات الضحايا وده امر مش طلب، وتديله الملفات وهم 5 وناقصين 1، ويقول لها من النهاردة انا هشتغل لوحدي. تقول له وانا هنفذ وصية سو الاخيرة. وويليام في الشركة بالليل والتلفزيون شغال عن قضايا سو، الكهرباء بتقطع، يستغرب ويلاقي حد بمسدس فيروح ياخد مسدسه ويهجم عليه. يلاقي موظف الامن وفجأة لما يصحى يلاقي نفسه متعلق في لعبة سو، ويقول له لسنين بسبب سياستك الظالمة كنت بتنهي حياة الناس، الناس السليمة تستحق التأمين اما المريضة فيموتوا عادي، وطبعا دي طريقة غلط في الحكم على الناس، لازم يتحطوا في لعبة الموت ونشوف مين فيهم عنده رغبة انه يعيش او سياستك انت اللي هتنجح. في 4 حلقات على ايدك فيها متفجرات، لازم تعدي من 4 اختبارات عشان تنقذ نفسك، ولو ما عملتش كده هتنفجر فيك وتموت في خلال ساعة، لازم تخلص المراحل كلها، ولو فشلت هتخسر اختك، وقدامك راجل موظف نظافة عندك مدخن رغم ان عنده القلب ولكنه مش مقدر نعمة حياته، وكل مرة هتاخده فيها نفس الكماشة هتقفل على وسطكو، واللي هيموت الاول هو اللي هيخلي التاني يكسب، ولازم تحبسوا نفسكو لحد اخر الوقت، ولكن بسبب مرض القلب اللي عند الراجل يفشل يموت وينجح ويليام في اول اختبار. وتروح الصحفية باميلا اخت ويليام عند جيل مرات سو عشان تستفسر عن القضية معاها، وتديها ورقة لقيتها في المشرحة اللي مات فيها سو، تستغرب ومش عارفة وصلت لها ازاي، وترفض برضو تديها معلومات وهي خارجة من عندها،
يخطفها هوفمان عشان ما تسببش مشاكل، ويروح ويليام للمرحلة التانية يفتكر اخر مرة شاف فيها سو وقال له انه بيحاول يتوقع سلوك الناس في شركته للتأمين، وانهم لازم يدرسوا الشخص الاول زي مرتبه وعمره ومرضه، ولو المعادلة نجحت بنديله التأمين. يقول له سو يعني انت بتختار مين اللي يموت ومين اللي يعيش، ونسيت اهم حاجة وهي الرغبة انك تعيش. ما هو ممكن يكون مريض بس بيعافر عشان يعيش، عكس السليم اللي من اول مشكلة ممكن ينتحر فيها. من وجهة نظري لازم يواجهوا الموت، بعد كده كله هيبان على حياته، فيعرف ليه سو جابه هنا، يلاقي الاختبار التاني. على اليمين موظف عنده صغير في السن وسليم، وعلى الشمال سكرتيرة كبيرة في السن وعندها مرض السكر، وطبعا لسياسته هيختار الاصغر والاكثر صحة، وانت لازم تختار مين فيهم هيعيش ومين فيهم هيموت. يخالف سياساته لأول مرة ويختار السكرتيرة الكبيرة في السن عشان عندها عيلة تهتم بيها ويسيبها عشان يكمل المرحلة التالتة. تروح جيل لمستشفى يوستاس اللي شغال فيها دكتور جوردان ضحية سو الأولى اللي نجت في الجزء الأول. تدخل وتوصل له لمكتبه وهو مش موجود، وتسيب له رسالة سو ليه. والقاتل اللي موت ابن جيف في الجزء التالت بالمخلعة كان هوفمان هو اللي عدلها وخلاها وحشية أكتر، ويقول له سو أنت ليه وحش كده يا هوفمان؟ يبص له ويضحك ويقول له أنا وأنت بنحب الناس تعاني لحد ما يقدروا قيمة حياتهم ويندموا على أخطائهم. وتروح له اماندا وتقول له هو كان اختبارك ايه يا هوفمان؟ يقول لها انا مش محتاج اختبار لاني بحافظ على حياتي مش زيك مهمل. تقول له محدش هيعدي من سو من غير اختبار، خليك فاكر وانا هفضل المفضله ليه مش انت. يقول لها هنشوف. وتيجي جيل لسو وتقول له عايزك توقف لعبه الموت بتاعتك. يقول لها ما تقلقيش، لما اللعبه هتخلص هامن لك طريق امن. ويديها مفتاح اللي ربطها حوالين رقبتها وفتحت صندوق الوصيه بتاعته. يوصل ويليام للمرحله الثالثه، اوضه كلها نار ومحميته في وسطها، وهو اللي هيعرف يساعدها لان المفتاح معاه. و ولما ينجح ينقذها عرف ان مفتاح الأدلة اللي حوالين رقبتها معاه، تهجم عليه بس خلاص وقتها خلص. وتموت اكتر الموظفين اخلاصا ليه، حاولت تقتله وخلاص مش فاضل الا نص ساعة عشان ينقذ اخته. المرحلة الاخيرة يسمع صوت الموظفين الست وعمالين يترجوه ينقذهم، ويقول له سو اسوأ موظفين عندك، تحياتهم بتمنع اكتر من نص مستحق التأمين، ودلوقتي هنطبق سياستهم عليهم. قدامك ستة اللي هيعيش منهم بس اتنين، وانت وظيفتك تختار مين الاتنين دول، والمسدس اللي قدامك فيه ست طلقات، ولو ما اخترتش الاتنين كلهم هيموتوا، ولازم تدوس على الزرارين عشان تختار، وهتحس بشوية ألم فيهم. يقعد كل واحد منهم يتحايل عليه و يموت الأول، ويقول له واحد أنا أقوى واحد ولازم ينقذه، واللي تقول له إنها ما عندهاش مرض، واللي عندها طفلين، واللي حامل وينقذها، واللي تقول له أبوها وأمها مرضى ما عندهمش غيرها وينقذها، والباقي كلهم يموتوا. وادي سياسته الرشيدة، اختار الموظفين مش على حسب صحتهم او عمرهم زي ما بيعمل، لا اختارهم على حسب حالتهم الأسرية، بس اتعلم ده بعد فوات الأوان. يروح هوفمان يتابع سير تحقيق المحقق إريكسون وبيريز، يقولوا إن البصمات بتاعت الجثث مش مشابهة مع استراهام، وكمان هيحللوا صوت ضحية سيس ويعرفوا مصدر الصوت، ولو عرفوا مصدر الصوت هيعرفوا حقيقة هوفمان. ويقول إريكسون لو قلنا إن استراهام قتل سيس اللي قتل أختك عشان يلبسك التهم بتاعت سو، بس لما حللنا بصمات استراهام لقينا إن حالة البصمات فيها مشكلة، طب إزاي هو قتله وبصماته كانت ميتة من الآخر؟ حد خد بصماته وهو ميت وزرعها في مسرح الجريمة، والشخص ده هو انت يا هوفمان لان استراهام انت اللي قتلته، وكده حقيقة هوفمان اتكشفت. و بيقتلهم وياخد ايد استراهام ويحط بصماته في مسرح الجريمة ويحط بنزين ويولع فيهم كلهم. وتوصل جيل وقر هوفمان عشان تنفذ وصية سو الاخيرة، وهي وضع هوفمان في الاختبار. ويوصل هوفمان يلاقي رسالة غريبة بتاعت اماندا اللي كتبها لها في الجزء الثالث انها شاركت سيسل في يوم اللي سقطت فيه جيل، وقال لها لو ما قتلتيش لين الممرضة هيفضحها مع سو، عشان كده هي اتخنقت مع سو. وتخش جيل على هوفمان ويوصل ويليام بعد ما نجح في كل الاختبارات يلاقي اخته سليمة وعيلة بوبي اللي مرضاش يديله التأمين في الاول، ويخيرهم سو انهم لا ينتقموا من ويليام او لا، ولما تحاول مراته ما تقدرش ولكن ابنه يوافق، والفخ يقع على ويليام والحمض يقع عليه ويموت. وتحط جيل اداه كسر الفك لهوفمان اللي لنفس الاداه اللي اتحطت فيها اماندا في الجزء الاول، وتقول له سو عايز يختبرك، وتشغل القناع ويقعد يكسر في ايده عشان يحررها ويلحق نفسه.
إصابة خطيرة بس ولسه عايش، بس النهاردة هيبقى كل أمل حياته كلها إنه يخلص على جيل، وفي نفس الوقت مش عارف ليه سو قرر إن هو يحطه في لعبة الموت قبل ما يموت.